أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات برنامج التعليم المفتوح تاني أول مدمج، استكمالا لمكرر مادة إدارة الإنتاج والعمليات، الوحدة السابعة الجدولة التفصيلية للإنتاج. مفهوم جدولة الإنتاج هي عملية تخطيط الإنتاج لفترات قصيرة، قد تكون أسابيع أو أيام أو ساعات، وتتضمن تخصيص الموارد المتاحة، الآلات، المعدات، العمالة للأوامر الإنتاجية المختلفة. جدولة الإنتاج وفقا وجود وحدة إنتاج واحدة وعدة أوامر إنتاجية. التمرين: استخدم البيانات التالية لتحديد أفضل تتابع مع حساب متوسط وقت الانتهاء ومتوسط زمن التأخير ومتوسط وقت الانتظار، وذلك عن طريق تطبيق قاعدة الأوامر التي يلزمها وقت قصير يتم تنفيذها أولا. السلعة 101 وقت الانتاج 10 أيام، السلعة 100 وقت الانتاج 15 يوم، السلعة 103 وقت الانتاج 22 يوم، السلعة 112 وقت الانتاج 8 أيام، السلعة 105 وقت الانتاج 11 يوم. تاريخ تسليم السلعة 101 15 يوم، تاريخ تسليم السلعة 100 13 يوم، تاريخ تسليم السلعة 103 18 يوم، بينما تاريخ تسليم السلعة 112 22 يوم، تاريخ تسليم السلعة 105 30 يوم. ولحل هذا التمرين، أولا يتم ترتيب السلع الواردة في الجدول الخاص بالتمرين وفقا لوقت الإنتاج، فالسلع التي وقت إنتاجها أقل تأتي في البداية، فيتم الترتيب تصاعديا من الأصغر وقتا ثم إلى الأكبر وقتا. فالسلعة 112 في الجدول الخاص بالتمرين نجد أن وقت الإنتاج هو أقل وقت لها 8 أيام، ثم يأتي بعدها السلعة 101 حيث أن وقت الإنتاج الخاص بها 10، ثم السلعة 105 حيث أن وقت الإنتاج الخاص بها 11 يوم، ثم السلعة 100 حيث أن وقت الإنتاج الخاص بها 15 يوم، ثم أقصر السلع استغراقا للوقت الإنتاج هي كانت السلعة 103 حيث تستغرق 22 يوم. يبقى الخطوة الأولى ترتيب السلع وفقا لتصاعديا من الوقت الأقل إلى الوقت الأعلى، ثم الخانة الثانية هي وقت الإنتاج المتجمع. وقت الإنتاج المتجمع بالنسبة للسلعة 112 وقت الإنتاج 8 أيام، وبالتالي وقت الإنتاج المتجمع هو 8 أيام، بينما السلعة 101 هيكون وقت الإنتاج المتجمع. هنا كان في 8 أيام خاصين بالسلعة 112 بالإضافة إلى 10 أيام الخاصة بالسلعة 101، يبقى إذن وقت الإنتاج المتجمع 18. وقت الإنتاج المتجمع 18 بالإضافة إلى وقت إنتاج السلعة 105 يصبح وقت الإنتاج المتجمع 29، بالإضافة إلى وقت السلعة 115 يصبح وقت الإنتاج المتجمع 44. وقت الإنتاج 44 مضافا إليه وقت إنتاج السلعة 103 22 يوم يصبح أن وقت الإنتاج المتجمع 66 يوم. إجمالي وقت الإنتاج المتجمع الخاص بجميع السلع 165 يوم. الخانة رقم 3 من الجدول الخاص بالحل هي تاريخ التسليم. تواريخ التسليم هي موجودة في التمرين الأصلي، حيث أن تاريخ تسليم السلعة 112 يستغرق 22 يوم، تاريخ تسليم السلعة
101 تستغرق 15 يوم، تاريخ تسليم السلع 135 يوم، تاريخ تسليم السلع 113 يوم، تاريخ تسليم السلع 103-18 يوم. معطى في التمرين، هنا لابد من حساب زمن التأخير ووقت الانتظار للأمر السابق. نجد أن زمن التأخير هو الفرق ما بين وقت الإنتاج المتجمع وتاريخ التسليم. فنجد أن في السلعة 112 وقت الإنتاج الخاص المتجمع كان 8 أيام وتاريخ تسليمها 22 يوم، وبالتالي طالما أن وقت الإنتاج المتجمع أقل من تاريخ تسليمها وبالتالي لا يوجد أي تأخير. إذا كان وقت الإنتاج المتجمع أقل من تاريخ التسليم لا يوجد زمن تأخير. في السلعة 101 الإنتاج المتجمع أو وقت الإنتاج المتجمع 18 يوم، حين أن تاريخ تسليم السلعة 101 15 يوم. هنا نجد أن وقت الإنتاج المتجمع أكبر من تاريخ التسليم بثلاث أيام، وبالتالي هناك تأخير قدره ثلاث أيام. أما بالنسبة للسلعة 105 فنجد أن وقت الإنتاج المتجمع 29 يوم، في حين أن تاريخ التسليم 30 يوم. إذن وقت الإنتاج المتجمع أقل من تاريخ التسليم فلا يوجد تأخير. في السلعة 101 وقت الإنتاج المتجمع 44 يوم، في حين أن تاريخ تسليمها 13 يوم فقط، وبالتالي نجد أن التأخير هو الفرق 44 يوم ناقص 13 يوم الخاصين بعملية التسليم، فيكون زمن التأخير 31 يوم. السلعة 103 زمن الإنتاج المتجمع 66 يوم وتاريخ التسليم 18 يوم، إذن زمن التأخير 48 يوم. إجمالي وقت التأخير الخاص بالسلعة 5-3 مضافا إليه 31 الخاصة بالسلعة 100 مضافا إليه 48 يوم الخاص بالسلعة 103 إجمالي زمن التأخير 82 يوم. وقت الانتظار للأمر السابق، طبعا بالنسبة للسلعة 112 لا يوجد قبلها أوامر سابقة وبالتالي لا يوجد وقت انتظار، ولكن بالنسبة للسلعة 101 فبيكون وقت الانتظار الخاص بها 8، السلعة 105 وقت الانتظار 18، السلعة 100 وقت الانتظار 29، السلعة 103 وقت الانتظار الخاص بها 44 يوم، وبالتالي إجمالي وقت الانتظار 99 يوم. والحساب متوسط وقت الإنتاج ومتوسط زمن التأخير ومتوسط زمن الانتظار يكون على النحو التالي: متوسط زمن الانتهاء من الإنتاج 165 يوم مقسومة على 5 سلع يدينا 33 يوم، متوسط زمن التأخير 82 يوم من الجدول السابق مقسوما على 5 سلع يدينا 16.4 يوم، متوسط زمن الانتظار 99 يوم مقسوما على 5 سلع يدينا 19.8 يوم. الوحدة 11 تحليل حجم التعادل. حجم التعادل هو الحجم الذي يتعادل عنده الإيراد الكلي للمنظمة مع التكاليف الكلية، أي أن
عند هذه النقطة فإن المنشأة لا تحقق ربح أو خسارة، وبالتالي فإن أي مستوى إنتاج أقل من نقطة التعادل تحقق من خلاله المؤسسة خسائر. ويمكن توضيح ذلك من خلال التمرين التالي. تبلغ التكاليف الثابتة السنوية 10,000 جنيه، وسعر بيع الوحدة 7 جنيه، والتكلفة المتغيرة للوحدة 5 جنيه، والطاقة القصوى 20,000 وحدة، والمطلوب ما هو حجم التعادل؟ 2. ما هي نسبة الطاقة المستغلة لتحقيق التعادل؟ 3. ما هو حجم الإنتاج الذي يحقق أرباح قدرها 18,000 جنيه؟ لحل التمرين الخاص بحجم التعادل لابد من التعرف على مجموعة من القوانين المستخدمة في الحل، وبالتالي نجد أن حجم التعادل ح بيساوي ت س التكاليف الثابتة مقسومة على عين سعر بيع الوحدة مطروحا منه ت م واو التكلفة المتغيرة للوحدة. أما في حالة الربح أو الخسارة فيكون الربح بيساوي ح ر حجم الإنتاج المطلوب عين سعر بيع الوحدة ت م واو تكاليف المتغيرة للوحدة ت س التكلفة الثابتة. أما في حالة الرغبة في حساب نسبة الطاقة المستغلة لتحقيق حجم التعادل فيكون ح حجم التعادل مقسوما على ط الطاقة القصوى مضروبا في 100. وبالتالي بتطبيق هذه القوانين على التمرين نجد أن حجم التعادل ح هيساوي ت س من التمرين التكاليف الثابتة معطى في التمرين ب10,000 جنيه. هنرجع للتمرين نجد أن سعر بيع الوحدة معطى ب7 جنيه، التكاليف المتغيرة للوحدة معطى في التمرين ب5 جنيه، وبالتالي حجم التعادل هو ناتج قسمة التكاليف الثابتة ال10,000 مقسومة على الفرق ما بين سعر بيع الوحدة مطروحا منه التكلفة المتغيرة للوحدة اللي هي 5,000 وحدة. ولحساب نسبة الطاقة المستغلة لتحقيق التعادل س ح الطاقة المستغلة هتساوي حجم التعادل ح مقسوما على ط الطاقة القصوى وهي معطى في التمرين، ولتحويلها إلى النسبة المئوية هيتم الضرب في 100، وبالتالي هيساوي حجم التعادل المحسوب 5,000، يبقى 5,000 وحدة مقسومة على ط الطاقة القصوى معطى في التمرين ب20,000 وحدة مضروبا في 100. نجد أن الطاقة المستغلة لتحقيق التعادل 25% فقط. أما بالنسبة للمطلوب الثالث، ما هو حجم الإنتاج الذي يحقق أرباح قدرها 18,000 جنيه؟ وبالتالي يتم تطبيق معادلة الربح، إن الر أو الربح بيساوي حهر حجم الإنتاج المطلوب عين تكاليف عين سعر بيع الوحدة مطروحا منها التكاليف المتغيرة للوحدة ثم مطروح تكلفة الثابتة للوحدة. نجد أن الربح المطلوب 18,000 معطى في التمرين، حهر هو المطلوب حسابه، سعر بيع الوحدة 7 جنيه مطروحا منها التكلفة المتغيرة 5 جنيه، ثم يتم طرح التكاليف الثابتة معطى في التمرين ب10,000 جنيه مع إجراء عمليات العمليات الحسابية المختلفة. نجد أن حهر هتساوي 14,000 وحدة، أي أن حجم الإنتاج الذي يحقق أرباح 18,000 جنيه
هو إنتاج 14,000 وحدة.